السلام عليكم. اليوم نعرفكم بجزء من حديقة بارك مول بالصيف، وهذا الجزء اللي غير معروف، الناس ما تصوروش بزاف بأنه ما فيهش ألعاب، ما فيهش كثير أشياء، لكن جميل جدا. هو يعتبر عبارة عن حديقة، حديقة. هنا نشوف هذه الحديقة الرائعة اللي هي محاذية لحديقة بارك مول، لكن لا تحظى بالزيارات نتاع الوافدين إلى الصيف، لكن هي الشيء الإيجابي فيها هو أنها كما نقولوا هنا فيها الهدوء، عامل الهدوء مهم جدا. فيها بعض المحلات للآيس كريم والزهور، لكن الحديقة في حد ذاتها روعة 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 للناس اللي حوس مكان لترويح عن النفس والاستراحة. والله حديقة رائعة. ولاحظ أنه مدينة صيف تعج بالشواهد التاريخية في كل مكان حقيقة. وهنا نلاحظ بعض الشواهد الرومانية، كهذه العين، وهذه عين رومانية. هنا هذه عين رومانية تم تركيبها على هذا السند، هو السند هذا جديد، لكن العين في حد ذاتها فهي قديمة جدا. وهنا نشاهد بعض الشواهد نتاع يعني التاريخ الكبير نتاع الجزائر، بلد التاريخ والجغرافية وبلد الأصالة والعمران. إذن هذا هو الجزائر، وهذه هي سطيف، واحدة من مدن كثيرة لا تحصى، عنابة ومدية وبجاية ووهران والجزائر والجيجل وقسنطينة و أنا ذكرت المدن الكبيرة يعني اللي جات عندي فيه الملا، ربما نسيت بعض المدن أخرى. الناس ما يلومونيش على هذا النسيان، لكن الجزائر ككل تعج بالشواهد نتاع الحضارة. والحديقة هذه اللي رانا نشوفوا فيها هي مثال على ما أقول، حديقة رائعة. وهذه حديقة والله هي في الحقيقة ما شغل ماشي بالعاني كما نقولوا احنا، شغل ماشي بالعاني، هي يعني حديقة مرمية على طرف الطريق ومحاذية للبارك مول، وما فيهاش يعني عياط كبير يعني ما، لكن تعطي مكان رائع. إذن بدل ما نطول في الكلام نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذه الحديقة الرائعة، وأترككم في رعاية الله وحفظه.
والسلام عليكم.